إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله قال عز من قائل سبحانه إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا وقال الله ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد جاء في البخاري عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة أضمن له الجنة وجاء في الحديث عن أبي سعيد عند الترمذي وأبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا أصبح ابن آدم فإن كل الأعضاء تكفر اللسان تقول اتق الله اتق الله فإنما نحن بك إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا احفظ لسانك احفظ لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان كم في المقابر من قتيل لسانه كانت تهاب لقاءه الشجعان أوصى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معاذا الذي كان يحبه ويوصيه دائما يا معاذ كف عليك هذا ويشير إلى لسانه كف عليك هذا فقال يا رسول الله أو نحن مؤاخذون بما نقول مؤاخذون بما نتكلم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ثكلتك أمك يا معاذ كلمة لا يراد معناها ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم إنك إن سكت تسلم وإذا تكلمت فإنما هو عليك أو لك المرء مخبوء تحت لسانه فإذا تكلم إذا نطق عرف نعم عليك فاحفظ لسانك احفظه من الزلل ومن الخطأ ومن التكلم في أعراض المسلمين وقد قال صاحب حروف تجر الحروف يقول اللسان سلاح ذو حدين والجوارح جوارح وأخطرها شأن اللسان أداة البيان ترجمان الجنان كاشف مخبآت الصدور زارع الفتنة والضغينة بالصدور تسل السيوف وتدق الأعناق بكلمات تقوم صراعات وتثور فتن بكلمات
تضيع أوقات وتشاع اتهامات بكلمات وتقذف محصنات غافلات مؤمنات بكلمات بكلمات تهدم حصون للفضيلة وتزرع الهموم والحسرات بكلمات يقال على الله بلا علم وذاك قرين الشرك أكبر الموبقات السب والهمز والطعن واللعن والنميمة والقذف والفحش كل ذلك كلمات البذاءة كبائر وإنما هي كلمات إنها شجرات خبيثات مجتثات مستأصلات لا قرار لها خبيثة سماؤها وأرضها وماؤها نعم يا عبد الله بكلمة واحدة ربما يتكلمها الإنسان كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يلقي لها بالا يتكلم في فلان في علان في أمر من الأمور ليزل بها أبعد مما بين المشرق والمغرب وجاء في الحديث الآخر إنها لتهوي به في النار 70 خريفا ألا يضبط الإنسان كلامه وألا يضبط الإنسان ما يقول أن يتكلم يمينا وشمالا يتكلم في أعراض المسلمين يقذف هذا يسب هذا يشتم هذا ولذلك جاء في الحديث بالبخاري عن أبي بكر رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في يوم النحر ثم قال لهم أي يوم هذا؟ أي شهر هذا؟ أي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم ظنا منهم أنه سيسميها رسول الله بغير اسمها فقال أليس هذا يوم النحر؟ قلنا بلى قال أليس هذا شهر ذي الحجة؟ قلنا بلى قال أليس هذا بالبلد الحرام؟ قال بلى بلى يا رسول الله فقال ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا ألا هل بلغت اللهم فاشهد اللهم فاشهد اللهم فاشهد تحذير ونذير من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جاء في الصحيح قال يا معشر من آمن بلسانه يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين لا تؤذوا المسلمين ولا تعيبوهم ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من يتبع عورة أخيه تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في عقر داره انظر إلى هذا التهديد وانظر إلى هذا الوعيد يفضحه ولو في عقر داره يصير في حرب حرب مع الله جل في علاه لكأنه محارب كما يحارب صاحب الربا بل إنه أعظم من الربا ثبت عن البراء أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الربا 72 بابا الربا 72 بابا وأذن الربا مثل أن يأتي الرجل أمه وإن أرض الربا استطالة المرء في عرض أخيه المسلم أن يتكلم أن يقول أن يكذبه أن يقول بما ليس فيه ذلك هو الأمر العظيم وذلك هو الخطر الجسيم جاء في الحديث أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من قال في مسلم من قال في مسلم ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال قالوا يا رسول الله ما ردغة الخبال قال عصارة أهل النار أعاذنا الله وأجارنا الله من النار عباد الله جاء في مسند أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من قال في أخيه المسلم من قال في أخيه المسلم أو رماه بشيء حتى يشينه أي حتى ينتقصه وحتى يضع من قدره إنه لمحبوس على جسر جهنم حتى ماذا؟ حتى يذهب مما قال وحتى يرجع عما قال نعم يا
إنه لخطر عظيم أن يتكلم المسلم في عرض أخيه المسلم، أن يقول فيه ما ليس فيه، أن يغتابه. والله سبحانه وتعالى قد عظم أمر الغيبة. أيها المسلم، ما الحيوان الذي يأكل أخاه؟ ما هذا الحيوان؟ أهو الأسد؟ أهو النمر؟ أهو الثعلب؟ أي حيوان هذا؟ إنه ليس إلا ذلك الحيوان الذي لو ولغ في إناء فإنه يغسل 7 مرات، والتراب. إنه من الحيوانات الكلب. اقرأ القرآن كما قال الله: ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل أخيه لحم أخيه ميتا فكرهتموه. جاء في مسند أحمد وصححه الألباني عرفنا أن الأسلمي ماعز الأسلمي لما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن شهد على نفسه 4 شهادات أنه قد زنى، فإذا برسول الله يحفر له ثم يرجم. فسمع رسول الله رجلان أحدهما يقول لصاحبه: إن هذا قد ستر الله عليه ثم لم يبرح أن رجم كما يرجم الكلب. سمعهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فمر، فإذا به مر رسول الله ساعة فرأى جيفة حمار شائن قد انتفخ بطنه وارتفعت قوائمه إلى السماء، فقال رسول الله: أين فلان وفلان؟ قالا: ها نحن ذا يا رسول الله. فقال لهما تعالى: كلا من جيفة هذا الحمار، كلا من جيفة هذا الحمار. قالا: يغفر الله لك يا رسول الله، من يأكل هذا؟ من يأكل هذا؟ قال: لنيلكما من أخيكما آنفا أشد والله من جيفة هذا الحمار، والذي نفس محمد بيده إنه الآن لفي أنهار الجنة ينغمس فيها. نعم يا أيها المسلم، انظر كيف رسول الله جمعهما، مع أن المتكلم واحد لكن أخاه الثاني قد سمعه ورضي ما قال وأنصت إليه. فلو أن ذلك المغتاب وجد من يذكره ومن ينصحه لم يجد آذانا صاغية وقلوبا واعية لعند ذلك انتهى، ولكن عند أن يسمع المسلم الغيبة ثم إذا به ماذا يسكت عليه، فإن ذلك إقرار منه على ما قال أخوه عبد الله. واعلم بأن القدح ليس بغيبة في 6: متظلم ومعرف ومحذر ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. فاللهم أعنا يا رب العالمين، اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا واهدنا ويسر الهدى إلينا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ومن والاه. عبد الله، الغيبة أمرها خطير، خطير جد خطير، أن يغتاب المسلم أخاه. لكن هنالكم ما هو أخطر؟ أن يغتاب الإنسان ويلمز ويهمز أخا له من المسلمين ولكنه صالح من الصالحين، أو من العلماء العاملين ممن قد نفعهم الله أو نفع بهم الإسلام والمسلمين. ذاكم هو الخطر، أن يغتاب الإنسان رجلا من الصالحين، إن كان اغتيابه ليس إلا لدينه فإن ذلكم خطر، وقد عده العلماء ناقضا من نواقض الإسلام. جاء عند أبي داود وعند غيره لما كانوا في تبوك، فإذا برجل يتكلم على القراء الذين كانوا في المقدمة، في مقدمة الجيش، يعلمون الناس، يعلمون الصحابة،
وهم في مقدمة الجيش مع القتال، فقال أحدهم: ما رأينا مثل قرائنا، لا أرغب بطونا ولا أجمن عند اللقاء. فسمعه رجل فقال: لأبلغن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالذي قلته. فجاء إلى رسول الله وقال له: يا رسول الله، فلان يقول كذا وكذا. فنزل على رسول الله: لئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قال ابن عمر: فأنا رأيته متعلقا على ناقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والحجارة تنكبه، وهو يقول: يا رسول الله، إنما كنا نخوض، إنما كنا نلعب، ورسول الله معرض عنه ولا يزيد. أبالله، أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. عبد الله، أن يغتاب المسلم أخاه، أو أن يغتاب صالحا من الصالحين، أو من العلماء ممن قد نفع الله بهم، كيف لو كانت الغيبة، يغتاب ممن قد هم كتاب الوحي من نقلة الحديث، ممن قد رضي الله عنهم ورضوا عنه، من المبشرين بالجنة، من أولئكم الذين قد سبقونا، أولئكم الذين قد أخبر الله عنهم. إن الاغتياب والطعن لصحابي من الصحابة إنما هو طعن أولا في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكأن الله سبحانه وتعالى اختار لنبيه شرار الخلق، واختار لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم من النساء الخبيثات، قول عظيم وفيه تعد على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ذكر في ترجمة أبي حنيفة أن رجلا من أهل الكوفة كان يتكلم ويطعن في عثمان، يقول عن عثمان بأن عثمان يهودي ومات على يهوديته. انظر إلى هذا القول وإلى هذا الكلام، فسمع به أبو حنيفة رحمه الله تعالى، فجاء إليه وقال له: إني أريدك في أمر كذا وكذا. قال: حي هلا يا أبا حنيفة، ما الذي تريد؟ قال: إني جئت خاطبا ابنتك. قال: مثلك لا يرد يا أبا حنيفة. قال: إني لا أخطبها لنفسي، ولكني أخطبها لرجل هو حافظ لكتاب الله، صوام قوام، يقوم الليل كله في ركعة، سخي حيي ماذا ثري، عنده من الفضائل وعنده من الخيرات الشيء الكثير. قال: بخن بخن يا أبا حنيفة، من هذا الرجل، من هذا الرجل؟ قال: لكن فيه خصلة أحببت أن أذكرها لك، في هذا الرجل شيء أردت أن أنبهك عليه قبل أن أتكلم من هو. فقال: ماذا فيه؟ قال: ولكنه يهودي. فانتفض الرجل وغضب وقال: أتريدني أن أزوج ابنتي من يهودي؟ ما الذي تقوله يا أبا حنيفة؟ وغضب وقام منه، فقال له: أذن، أتقول ولن تزوج ابنتك لفلان الذي قلت ماذا وفيه وفيه؟ فكيف تزعم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد زوج بنتيه الثنتين لذي النورين عثمان بن عفان الذي تقول عليه يهودي؟ فإذا به استغفر ربه وأناب وقال: أستغفر الله من قول قلته أو من فعل اقترفته. نعم يا أيها المسلم، أن يطعن المسلم في صحابي من صحابة رسول الله، ذلك والله خطر عظيم ووبال جسيم، يخشى عليه أن يحصل له الهلاك في الدنيا قبل العذاب في الآخرة. ذكر عند الحاكم بمجموع طرقه وهو صحيح عن قيس بن حازم فيقول: كنت في سوق الكوفة فإذا برجل يتكلم في علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، فاجتمع الناس إليه يذكرونه، حتى جاء سعد بن أبي وقاص وكان واليا على الكوفة، فقال: ما الذي تقول؟ فإذا به يتكلم في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. قال: أما تعلم
أنه أول من أسلم من الرجال؟ أما تعلم أنه صاحب راية رسول الله في غزواته؟ أما تعلم أن الله يحبه ورسوله يحبه وهو يحبهما؟ أما تعلم أنه ختن رسول الله، زوج بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ أما تعلم؟ أما تعلم؟ ولكن الرجل تمادى، ولكن الرجل لم ينزجر، رفع يديه إلى السماء ودعا عليه، يقول قيس: فما تفرقنا والله حتى جاء جمل هائج فضربه فقذفه من على جمله فوقع على رأسه فانفلقت هامته فمات. نعم، إنها العاقبة الدنيا القريبة. لذلك الذي يتعدى على المسلمين يتعدى على الصالحين، كيف لو كان يتعدى على حملة هذا الدين؟ إن التعدي على حملة هذا الدين معناه وضع للدين، معناه ألا إسلام والسلام. ذكر في سير أعلام النبلاء أن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه كان يكثر من الحديث، ثم ذكر بعد ذلك قصة: كان يجلس إلى رسول الله ويكثر من السماع الحديث، فلما أن تأخر موت أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه نشر للناس علما كثيرا، فإذا برجل كما كان في جامع المنصور جاء في حلقة القاضي أبي الطيب فسأل عن مسألة المصراه. المصراه أي أن الإبل أو الغنم لا تحلب لمدة قبل بيعها، حتى إذا رآها المشتري فيرى أنها سمينة كثيرة اللبن، فجاء وسأل عن مسألة المصراه، فإذا به يخبر، وقالوا له: الحديث الذي جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه لا تصر الإبل ولا الغنم. فقال: أنا ما أقبل الحديث من أبي هريرة. أبو هريرة غير مقبول الحديث. يقول الذهبي وإسناد هذه القصة أئمة: نزلت حية من سطح على المسجد، فإذا بها لا تريد إلا ذلك الرجل وهي تلحقه، فقالوا له: تب، ارجع إلى الله. قال: تبت إلى الله. فاختفت تلك الحية. نعم يا أيها المسلم، تب إلى الله وارجع إلى الله. نتوب جميعنا من كل ذنب، من كل سوء، من كل فعل، فاللهم اغفر لنا يا رب العالمين، وارحمنا يا أرحم الراحمين. عبد الله، تب قبل أن لا يكون درهم ولا دينار، وإنما هي الحسنات. جاء في مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ أتدرون من المفلس؟ قالوا: نعم، المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار ولا متاع. قال: بل المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ولكنه يأتي وقد قتل هذا وشتم هذا وسب هذا وقذف هذا وأخذ من مال هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته طرح عليه من سيئاتهم ثم طرح في النار. اللهم أجرنا من النار، اللهم أعذنا من النار، اللهم أعذنا من النار. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا طفلا إلا ربيته. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم من علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحبه وترضاه. ربنا اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم اعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.